عينيها ستر وغطا، وفي حضنها الكلفتا. من يوم ميلاد قلبي راسي عليها العطا، عينيها ستر وغطا، وفي حضنها الكلفتا. من يوم ميلاد قلبي راسي عليها العطا، بختار حياتي وحبها مقدر. ما انا لما شبيت عالحياة دي لقيتني فين، انا مهما اشوف منها او اتكتر، ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. همي وغايتي ومطمعي، ما انا ابنها انا بدعي ولا بذرتي مخبطة. همي وغايتي ومطمعي، ما انا ابنها انا بدعي ولا بذرتي مخلطة. عليها 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 ستر وغطا. عز ما تبقى علاقتي معاها مضطربة، تغيب الضحكة لو كشفوها الغربة. فعز ما تبقى علاقتي معاها مضطربة، تغيب الضحكة لو كشفوها الغربة. في ناس عاملة بتحرسها عشان طمعنا تورسها، تملي الكحكة في ايدين اليتيم مع جبال. في ناس عاملة بتحرسها عشان طمعنا تورسها، تملي الكحكة في ايدين اليتيم مع جبال. بختار حياتي وحبها مقدر، انا لما شبيت عالحياة دي لقيتني فين، انا مهما اشوف منها او اتكتر، ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. همي وغايتي ومطمعي، ما انا بنام انا بدعي ولا بذرتي مخلطة. همي وغايتي ومطمعي، ما انا ابنها انا بدعي ولا بذرتي مخلطة. عليها 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 ستر وغطا. المنطقة هنا يا عبد الله، أنا قلبت الدنيا على ما اخترتها، لأن هنا قدامك بانوراما للهرم كله. أنا عايز نعمل منظر جامد هنا، خيمة مش تليق بالناس وخلاص، لا دي تليق بالملوك وضيوفهم. خلاص يا جناب الباشا، نبتدي من بكرة إن شاء الله. بكرة ليه؟ من النهاردة الرجالة جاهزة يا سعادة الباشا. ربنا يكرمك. المهم أنا عايزك بعد ما تفكر في الحكاية دي تجيب لي ضروري حكمي وتجيلي على المكتب، فاهم؟ بقى بتعيطي على ميلة بختك معانا يا بنت الحسيكي؟ ومعيطش ليه؟ ولا كان زاد عليا ايه يا اخويا، ولا شفت ايه؟ ده انا واحدة لا شفت فرحة ولا اتبسطت من يوم ما خدتك. بقولك ايه؟ لم دورك بقى وخلي ليلتك دي تعدي على خير. مش شايفة خير يا ابن الباشا؟ ده انا واحدة عريسها سابقة من ليلة الصبحية وما رجعلهاش غير بعدها باسبوع، وبعد كده سبتني وما رجعتليش غير دلوقتي، ودي حاجة لحد شافها يقرا ولا اسمعها قبل النهاردة. يا بنت ما انا بتاع الجديد، لحد قبل عمل عمايلي ولا حد بعد هيعملها. ايوه اخويا غزني واحرق في دمي، وانت خسران ايه؟ يا بنت بقى ما بقاش دمك تقيل بقى، انا جاي يعني عشان اقعد معاكي شويه وتروقي عليا، تعملي فيا كده؟ وطبعا هتمشي على طول. امال عايزاني اقعد جنبك يا شهبه؟ يا بنت انا ورايا مصالح كتير، وابويا كل ساعه بيدور عليا زي ما يكون قلبه حاسس ان انا عامل عامله. عامله؟ يعني انت جوازك مني عامله يا سي كرم؟ يوه
انت بقى بقول لك ايه، انت عايزه تنكد عليا وخلاص؟ طب يمين بالله انا همشي ومش هجي لك تاني يا شهر. لا يا سيكاره اخص عليك، مش انا مراتك حبيبتك وانت بتحبني من قبل ما تتجوزني؟ ها صح يا كراميلا مش كده؟ ايوه يا بت بحبك قوي يا بت يا شهر، ده انت يا بت جامده قوي. ايه القمر ده يا بت يخرب بيتك؟ يا لهوي يا سيكاره، يا لهوي على كلامك الحلو. وانا دوبني فكر كلامك الحنين ده يا بنت. انت لسه سمعتي كلام حنين؟ ده انا هدلعك دلع يا بنت يا شعبه. دلع دلع يا كراميل، اموت في الدلع. يا شيخ عكلي، وانا ما كنتش اشيع لك، ما تجيش انت تسال عليا ابدا. وانا اقدر استغنى عنيك يا كبير، انا طوع اشاره منيك. غرش بس الخواجات والكم الجديد اللي هم عملوه ده، زود الحملة عليا انا والغفر، خلانا جايمين قاعدين نايمين في المنطقه. حلو قوي، ما هو ده اللي انا عايزك علشانه. خير يا باشا؟ خير ان شاء الله. قول لي انت، الرجاله بتوعك كانوا بيحفروا ولا كانوا بيدوروا على حاجه في اليمة البحريه؟ في اليمة البحريه؟ اصل رجالتي لقوا حفر جامد قوي في اليمة البحريه دي، وانا عايز افهم ايه الحكايه. من حقك تفهم يا كبير، وانا كمان من حق افهم. ما هو ما ينفعش كمان حاجه زي دي تحصل من ورا ظهرنا. قول لي اخبار رجالتك يا حكمي. بيبوس ايديك يا باشا. بص بقى، انا عايزك تختار لي منهم ومن غيرهم شويه رجاله على مزاجك كده. فهمني الطلب ليه؟ اجيب لك ليه ناس؟ شوف يا معلم حكمي، انا عايزك تجيب لي شويه رجاله من اللي تبعك، ويا ريت بس ما يكونوش تبعك، لا ده يكونوا قرايبك، علشان انا هدخلهم المعسكر الانجليزي وهشغلهم في القرنص. بس لو كانوا قرايبك هيبقوا قرايبي، هيبقوا نسايبنا، ابقى ضامنهم. ممكن تنفذ لي الطلب ده؟ طلبك جاهز لو حبيت. طيب امتى ممكن يكون جاهزين فعلا؟ النهارده لو عاوز. بكره من صباحيه ربنا، عايز النهار يشقشق الاقيهم هنا واقفين قصاد المكتب. امرك نافذ يا كبير. وما تنساش، عايز رد سريع بخصوص الحفر في اليمة البحريه دي. تعالي تعالي بس يا فاطمه. يا بدريه فضيلك، انا دلوقتي بعمل لقمه للواد كرم اتقود بيا في ايه بس كده؟ اللي عندي اهم من اللقمه اللي انت بتعمليها لابن كرم. تعالي بس اقعدي. يودي اقعد، مش حد عندي اهم من كرم. عايزه ايه يعني انت دلوقتي؟ عارفه يا بنتي يا فاطمه عاوزه ايه؟ الوليه الدلاله اللي اسمها حفيظه، اللي بتجيب لي طرح وجلاليب وحاجات. بقول لك ايه، هو انت مطلعاني عشان تكديني؟ عارفاها يا اختي، وبشتري منها طرح وجلاليب، وعندي بدل التربيه 10 وما بلبسهمش مش قيمتي، والعلم اقدر اشتري كل حاجه. انا اغنى واحده فيكم ولازم تفهمي كده يا فاطمه. انا عارفه ان انت اغنى مننا. امال ايه مالك يا بنت؟ حفيظه الدلاله بتقول انها شافت زينب وقعدت تفتكر شافتها فين شافتها فين، لغاية ما افتكرت يا بت، قالت لي إنها مرات نجاتي عمدة الجبابي. وكان إيه اللي جبره على كده؟ الكبير ياخد واحدة عزبة وكمان خارج بيت؟ آه خارج بيت يا فاطمة. ومش بس كده يا بت، ده حفيظة بتقول إن كان بيصبحها بعلقة ويمسيها بعلقة، زي ما تكون يا أختي كانت عاملة عاملة عاملة. وكان ليه ده كله؟ وإيه اللي غصبه على كده؟ ليه يا كبير؟ خلاص جمالها الفتان الفتاك أخده يعني؟ مفيش غيرها قدام عينيه مال عينه؟ ليه؟ على إيه ده كله؟ إزاي ينسى نفسه وقيمته ومركزه وينسى من هو؟ وبعدين إيه اللي ناقصه؟ مش ناقصه حاجة خالص، لما أخذه يعني عنده الجمال والحلاوة. طب بس العزبة نازل. يا اهلا وسهلا يا مشرفانا ومكترانا يا حلوه، اقعدي اقعدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتي اقعدي، خلينا ناخد وندي مع بعض شويه، ده الكلام هيحلو. قولي لي يا حلوه، انتي كان عندك عيال؟ 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 هو انتي برضك مش عازبه وخارج بيت يا عينيا؟ خارج بيت؟ لا بس يا فاطمه بس دي يا اختي فاطمه بتهزر معاكي. انت قاعده تبسبسي لي؟ ما بهزرش انا، ما اعرفش اهزر، انا ست كده دغري، ويكون في علمك كل كلمه بقولها لك هي اللي جايلها لي. واني ما اقولش حاجه مش مظبوطه ابدا. يخرب بيتك يا فاطمه، ما فيش حاجه بتقوليها مش مظبوطه يا ام كرم. انا فعلا متطلقه، وسي سلطان شافني وانا متجوزه، وهو اللي اكبر طليق انه يطلقني.
وجاب لي حقوقي تالت ومتلت وطلع عينيه علشان يفوز بيه، وفضل مستني عدتي لحد ما خلصت وجاو طلبني من ابوي. امال ايه؟ الحب يعمل اكتر من كده يا ضرتي. عن اذنكم. اقول ايه؟ اقول ايه؟ اقول ايه؟ دي دي اتنين وانا وانت يا هبلة واحد. يا جناب الباشي، يا جناب الكبير. ايه ده؟ عايز ايه؟ انا يا سعادة الباشا جاي لك علشان انت الكبير بتاعني وناصر المظلومين وبتعطف على الناس الغلابي اللي حقوقهم متاكله. عايز ايه؟ اتكلم وخلصني. هتكلم يا جناب الباشي. انت هتتكلم هنا؟ تعال راي. حاضر، اجي ما اجيش ليه؟ خير يا ابني، قولي انت ايه حكايتك؟ اخويا يا سعادة الباشي. ماله اخوك؟ عنده بنت وحدانية مفيش غيرها، طلبها شاب من ولاد اعيان الناحية، شاب شوكته جامدة وعزوته كبيرة. طلبها للجواز يعني؟ ايوه يا سعادة الباشا، للجواز. واخوك ده ايه؟ معفن وعلى باب الله زي حالاتك كده ولا راجل مقتدر يعني؟ لا لا لا، ده معفن خالص زي بالظبط يا سعادة الباشا. طب كويس، وبعدين؟ ابن الاكابر دي قال لاخوي ان ابوه مشغول وانه هيقعد على البيت وبعد اسبوع ولا اتنين هيبقى يقول لابوه وتبقى الجوازه في النور. وطبعا اخوك ما صدق ووافق. طبعا وافق يا سعاده الباشي. حمار وما بيفهمش. ما هو زيي اصله طيب زي حالاتي يا سعاده الباشي. بلاش وجع دماغ، كمل وبعدين. اهو المهم دلوقتي بقاله شهر متجوزها، بس متجوزها في السر. ايوه، وبيجي لها مره كده كل اسبوع ساعه زمن يقعدها معاه وتنه ماشي طوالي. اصله متجوزها في دار ابوه. اخص 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 على شبان البلد اللي بكره هيبقوا رجالتها. قول لي يا ولد، يبقى مين البني ادم ده ومين ابوه اللي انت بتقول عليه من اعيان الناحيه؟ اصله ايه؟ انت خايف تتكلم؟ امال جاي لي ليه؟ ولا فاهم ان انا هشم على ظهر ايدي واعرف مين الواد وابوه اجيب لك حقك لحد عندك؟ انا مش خايف ولا حاجه يا سعاده الباشي، انا بس انا ما اعرفش اسمه. انا كل اللي قاله لاخوي ان هو من كبار الاعيان في البلد وخلاص. اسمع يا ابني، انت تمشي دلوقتي وترجع لي معاك اسم الواد واسم ابوه والمأذون اللي عقد له كمان عليها، وانا هجيبهم هنا واجيب للبت دي حقها بالتمام والكمال. يعني البت كده مظلومه وليها حق عند الواد وابوه؟ طبعا ليها حق ولازم تاخده. انا ما احبش حد يستوى بماله على الغلابه ابدا، وربنا ما يرضوش كده كمان. ربنا ما يحرمنا منك يا سعاده الباشي، ربنا يخليك ويطرح البركه فيك وياخد من عمرنا ويديك. انت اجدع باشا في الدنيا كلتها عليا النعمه. سعاده الباشي، انا حاجل سعادتك مره تانيه واقول لك على كل حاجه. وما قلتلهوش ليه يابا؟ وكان النهار طلع والبلد كلها عارفه ان انا مرات ابن الباش. لا يا بت، مش من الاول كده، ما انا لازم اخد منه تاكيد واتنين، وبعدين انا قلت يعني ادي فرصه للواد جوزك يمكن تيجي منه هو ويروح يقول لابوه على كل حاجه. يعني انت هتعرف كرم ان انت رحت لابوه وقلت له كده؟ مش بقول لك هبله وعبيطه زي المرحومه امك؟ لا طبعا، انا هقرص عليه مره واتنين ان الاواله تيجي منه هو، وإذا بقى ما لقيتش منه راجي ساعتي هروح لابوه واجيبها له على بلاطي. يا يابا، ولاقي نفسي واحدة من بيت الباشا. لا وإيه؟ مرات ابنهم الصغير الحيل نن عن أمه وأبوه. أيوه، وتغرفي من الحلو كله يا بنت، بس وحياة جدك لقرع، اغرفي لي معاكي شوية من الحلو ده. وأنا هنا لشبع من غيرك يابا. ما قلتليش، هو المحروس هيجي إمتى إن شاء الله؟ ما بيقولش، اه وقت ما بيحب يجي بلاقيه طبب علي على طول. بقول لك يا بت، انا عايزك تجيبي له عيل، عايزك تربطيه تشبكيه شبكه ما يقدرش يفك منها ابدا. ما هو ده اللي في بالي برضه يابا، عشان كده ناويه لو حبلت
ما قلتش الكرم طوال. بالعكس بالعكس، ده انت تقولي له علشان يحس بالخطر. لا لا يابا، انا عارفه دماغ كرم كويس. كرم لو عارف ان انا حبله هياخدني عند دهب عيده ويسقطني، ومش بعيد يضربني كمان لحد ما اسقط. لكن اول ما الحبل يمسك فيا مش هيقدر يقول غير انه حاضر وامين. وانا جناب العمده واقف وقاف لوحدي قصاد الغمر ورجالته، ومش عايز اجيب سيره لصالح وطول بيه منهم، يعني خوافين وممكن يرجعوا في البيع لجنابك. هو لعب عيال ولا ايه؟ عايزين ترجعوا في البيع ارجع؟ انتوا اللي محتاجين لي مش انا اللي محتاجكم. انا عملت كده علشان احافظ على حقوقكم. طبعا يا جناب العمده، وعشان كده انا جيت لك، وزي ما هتقول لي هعمل. ماشي، خد دول يا فارس. ايه دول يا جناب العمده؟ دول قرشين كده تدف بيهم جيوبك، محبه مالهمش دعوه بالارض. وعشان كمان ما تبقاش محتاج تدي ارضك للغمري عشان الفلوس. يدوم يا جناب العمده، بس يمين بالله انا ما تفرق معايا الفلوس، انا ارضي تحت جنابك تزيد يا جناب العمده. اسمع يا فارس، انا اللقف جنبه كسبان على طول الخط، والغمري ما يقدرش يوقف قصادي ابدا. واذا كان بيقولوا ان هو كبير فهو كبير في الناحيه بتاعتكم اللي هي يا دوب حته داخله في زمام عموديتي. طبعا يا جناب العمده، امال ايه؟ وعشان كده جينا طوال لجنابك. بس صالح وطول بيه خايفين شويه، وبيقولوا احنا بعنا وتممنا الورق وكله قلص، وما احناش عارفين دلوقتي الارض بتاعت مين، ولا احنا مالكينها ولا لا. الارض ارضكم، وقلت لكم انها مش لازماني غيرش، بس مدريها شويه عن عيون الغمري. بس انت بقى بشطارتك كده تخلي صالح وطلبه يكنوا شويه ويسكتوا لهم كده قد كام شهر لحد ما الموال ده يتنسي خالص. لقيت فارس يا صالح؟ انا رحت له البيت مرتين وما لقيتهوش. انا برضه رحت له الارض والدكان مرتين وبرضه ما لقيتهوش. يكون راح فين ابن الفجريه ده؟ انا ماليش صالح، انا لازم اروح للعمده النهارده ودلوقتي اهو. ومين هيستنى؟ ده انا كل ساعه بتعدى عليا ببقى هتجنن. الارض بتاعتنا ومش بتاعتنا، بايعينها ومش قاضين ثمنها، حاجه تمخول النفوخ يا راجل. طب افرض دلوقتي احنا رحنا للعمده، ام قال لنا امكم في العشه ولا طارت؟ امكم في العشه ولا طارت؟ طب ده انا يمين بالله لكون مخلص عليها وان شاء الله يموتوني بعديها. اهدى بس شويه. اهدى ايه يا صالح؟ عايزنا نشوف حق على بيع قصاد عيني واقف اتفرج عليه؟ لا احنا مش هنتفرج عليه، احنا نروح للكبير وهو يحلها. نروح للكبير؟ هو احنا نروح للعمده تقول لي روح للكبير؟ ولما نروح للعمده يدينا على دماغنا نرجع نروح للكبير ونفضل كده زي البهايم المربوطه في ساقي وعماله تلف؟ بهايم بهايم، انا المهم عندي ارض ترجع لي باي شكل. ارضك ترجع لك باي شكل؟ طب ده انا يمين بالله لا اجيب حق من عين التخين، وان شاء الله يا قاتل يا مقتول. فارس ايه الفلوس اللي معاك دي؟ ها؟ ايه اللي ها؟ بيقول لك ايه الفلوس اللي نسيتها في جيبك دي؟ وايه اللي خلاك تروح للعمده من غير ما تقولنا؟ احنا دورنا عليك عشان نيجي سوا. انا اصلي جيت عشان اساله على موال الارض بتاعتنا. وقال لك ايه؟ اوعى تكون خدت منه فلوس الارض ويبقى كده اشتراها منك. لا ما ادانيش فلوس يا جدع. امال قال لك ايه؟ قال لي اننا يعني لازم نسكتونا كام شهر على موال الارض دي لحد ما الغامري يشيلها من دماغه خالص. كام شهر؟ ايوه. عايز نستنى كم شهر عشان يكون بلاحها في كرشه مش كده؟ انت السبب يا فجري، انت اللي قعدت تزن على دماغنا لغايه ما جبتنا ليه، ودلوقتي خارج من عنده بتعد في القرشانات الحلوين وتقول لنا نستنى كم شهر على موال الارض؟ تقصدها يا طلبه؟ لا اوعك تكون مفكر ان موال اسمها العمده ولا حاجه، ده يبقى عيب عليك والله. امال ايه اللي بيجرى ده؟ ايه وانت كمان هتقوم على عمو يا صالح؟ ما فيهاش عوم، دي باينه لله عمه. ايه؟ لا 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 لا، مش حاسمع منكم كلمة واحدة زيادة. أنا ماشي وانتوا بقى منكم للعمدة. عليك العوض من العوض، ولا بيننا ضعنا واتكلنا يا صالح. الله 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 الله، ده مين فيكم بقى اللي عمل الأكل الطعم أوي ده؟ أنا يا سي سلطان. يا عيني،
يا عيني الله عليكي، انت صوابعك دهب، انت عامله اكل ما يعملوش غير الملايكه يا بنتي والله. على ايه ده كله؟ يعني هي عامله ايه؟ يا اختي سلام صينيه الرقاق بتاعتي والحمام ولا الملوخيه والبط بتوع بدريه؟ ايه ده؟ ده حتى الاكل كله دهن، وانت عمرك ما حبيت الدهن يا باشا. لا يا اختي يا حبيبتي، اسم الله عليكي، دي مش دهن، انا عاملاها بليه ضاني. اني بقى ما بحبش اللي الضاني دي، ولا اقعد ساكت يا واد، ولا بحب اللي بياكلها. حامد، انت ايه رايك يا ابني في الاكل؟ حلو قوي يا ابويا، تسلم، ربنا يبارك لك. وانت يا سيد، ايوه مالك قاعد كده؟ ما تاكل، غذي نفسك، انت كنت تعبان ورائد وتكنيله في شكلك، بينك ما بتاكلش ولا ايه؟ اتغذى يا ابني، الدنيا دي عايزه غذاء، عايزه اكل. ليه يا باشا؟ ما انا باكله ومحافظه على صحته، مش يعني اللقمه ديت يعني هي اللي هتسنده. كل دي من ايدي يا سي سلطان، يا حلاوتها في بقك، محدش ياكلها غيرك. الله 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 بحقيقي. وانا كمان حته مرات ابويا، لحسن انا هكتم المشاوير النهارده والله. من عينيا يا كرم، اتفضل. ربنا يخليك يا دنيا، ليك نفس تاكل؟ ده انت لاهي في ثلاث اجواز حمام عاملهم لك كفته بايديا دول. اكلها زي العسل ياما، ربنا يخليكي، تسلم ايديك يا ست الكل. ولا عسل ولا بتاع، ايدك ضربه. فاطمه، جرى ايه؟ ما انت ما بتعملي لقمه نص نص حتى، بنقول لك عليها حلوه، في ايه؟ بس انا ما بحبش اكل غير من ايدي يا باشا. خلاص ما تاكليش. ايه؟ يا حبيبتي يا ام كرم، قولي لي انت بتاكلي ايه ويتعمل ازاي؟ وانا هعملهولك من عينيا الاثنين. مررتي. فاطمه. نعم يا باشا. انت ازاي بتقومي وبتمشي وانا قاعد في مكاني؟ مش انت اللي قلت لي ما تاكليش؟ قلت لك ما تاكليش، مش ما تقعديش. علي. حاضر، حجك علي. بقول لكم ايه؟ اقسم بالله العظيم ثلاثه، لو شغل النسوان والمناقره بناتكم ده استمر هقطع جدركم. مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا راجل. انا تحت رجليهم هما الاثنين، اللي عاوزينه هعمله، دول اخواتي وحبايبي. الله 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 الله، شايفين الذوق؟ شايفين الادب؟ كل يا اختي يا حبيبتي انت وهي بألف هنا وشفا، ده اكل نضيف والله. كله. حاضر حاضر، كل يا فاطمه. عملت لك القهوه بايديا، اشربها وافرد جسمك وارتاح. ارتاح ايه وافرد جسمي ايه يا بنتي؟ انا لازم انزل ورايا مشاوير ومصالح كتير قوي. بقولك ايه، هاتيلي البدله اللي هنزل بيها. حاضر يا ننعم. بقولك ايه يا السلطان؟ قولي يا نوار. انا عايزه اروح لامي اطمن عليها، اصلها متوحشاني قوي. متوحشاني؟ طب وهي ليه ما تجيش تقعد معاك هنا لغايه ما تشبعوا من بعض؟ انت عارف يا اخويا، ابويا لوحده وما لهوش غيرها، تيجي ازاي؟ بعدين البيت اسم الله عليه عيله، ولما صعب عليها تيجي تقعد هنا. ايوه ما هو البيت ده يعتبر بيتها. ربنا يخليك يا سوسو. خلاص اروح اطمن عليها وبعدين اقول لها تيجي تقعد هنا. ماشي يا اخويا؟ مفيش مانع، البس البدله وانا نازل هاخدك في سكتي، واخر ليله اجيبك معايا وانا جاي. هات البدله. طب كان سابك قعدتي معايا يومين ثلاثة؟ انت وحشاني قوي قوي. وانتي وحشاني كمان يوم، يسلم ايديكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. قولي لي بقى، عامله ايه مع نسوانه؟ عاملين عليكي ضراير ولا كويسين؟ هما في ضراير كويسين ياما، بس يعني انا بحاول اكسبهم في الاول، وكده كده هكسبهم بالراحه. ليه؟ هما الاثنين وحشين معاكي؟ لا مش بالظبط، يعني هي فاطمه كمني جيت عليها مش طايقاني اكتر من بدريه، لكن الاخرى مش بتحبني يعني. ربنا ينصرك عليهم. المهم هو عامل معاكي ايه؟ دي حنية الدنيا في قلبه، حاططني في عينيه يامه، بحبني قوي. تعرفي ما كنتش بتمنى راجل زي ده ولا احسن منه ابدا. طب يلا بقى شدي حيلك وهاتي له عيل ورا التاني. نسوانه مش جايبين له غير عيل واحد بس، انت حطي في دماغك تجيبي له الثلاثه اربعه. يا ريت يا امه،
ده انا نفسي ومنعين ملل والبيت صبيان وبنات. طب شدي حيلك كده وهاتي له عيلين ثلاثه وراهم بنت، هتبص تلاقي عياله كلهم في كفه والبنت لوحدها في كفه تانية، اصل ما جربش حنيتهم. انا لي بس يا ام ربنا ينصرك عليهم يا حبيبتي. المهم الشباب بيعملوك ازاي؟ انا برضو بحاول اكسبهم، وبالذات حامد الكبير، انا حاسه انه هيكون زي اخوي، هو غلبان قوي وطيب وفي حاله، ملوش ام تقسي قلبه عليا. فوق كل ده سي سلطان بيقول لي اني شبه ام حامد الخالق الناطق. ربنا يحببهم فيكي ويثبت اقدامك وينصرك على مين يعديك يا زينب يا بنت بطني، ويحبب سي سلطان فيا كمان وكمان. انا كل اللي هممني دلوقتي وشاغلني انهم يتكتفوا عليك كده ويتكتروا ويطلعوا ضراير من نوع الوحشين. سيبيها لله بقى يا ام، ربنا هو الحافظ. انا لسه جاي من عند صالح وطلبه ودماغهم جربت تلين وتمام التمام. براو عليك يا فارس، براو عليك. اقعد اقعد يا راجل. انت كده فاضل لك قرشين وتكمل ثمن البيعه، وبعدها ان شاء الله نسجل ليك وليهم. لا بقى يا عم عبد الله، انا عايز زياده عنهم. ليه بقى؟ ليه يا فارس؟ يا عمورتي ده انا جايب لك الارض من حالك السابق. شوف انت بقى 20 فدان تحت ايد العمدة ابراهيم العطار، وانا المسكين الفقير خلصهم لك من تحت يده. شوف قضيتي سوكار يا فارس. انا هرضيه بس بعد ما تتم البيع. طب وما فيش حاجة دلوقتي تحت الحساب؟ احسن حكاية نايمة معايا على الاخر. والله والله ولا ليك علي يمين، العمدة طلع لي من جيب ولفت فلوس وكان نفسي اخدهم، بس قلت لا يا واد، ده الكلمة مع الحاج عبد الله تتقل بالذهب. ماشي ماشي يا فارس ماشي. خد خد دول واسكت بقى لحد ما نتمم البيع. يا عبد الله يا ابني، انا قلبي مش مطمن ومتوهش، متهيألي انتوا عمالين تسحبوا مني فلوسي وتقلبوني، والواد اللي اسمه فارس الزفت ده الظاهر انه متفق مع ابراهيم عطار من ورايا وهيقلبنا في الفلوس. والله يا جناب الباشا لا تيجي في الاخر وتقول لي براو عليك يا عبد الله، اصل الواد ده ما يقدرش يلعب وياه، يخاف يخاف. والله انا خايف، لانا في الاخر اللي خاف. بقولك ايه، انا هروح لحكمي اشوف الحكايه وصلت لايه. اجي وياك. لا انت تروح تنام وتتغطى احسن، بعدين الواد ده يطلع لك في المنام كده خيبه. ادخل. اه نسيت. اه ازيك اخويا؟ اه طب مهم عامل ايه دلوقتي؟ تعبان الحمد لله. تعبان اخويا. الف سلام عليك يا حبيبي. ما هو انت برضه مش ماشي على العلاج يا سيد؟ باخده والله باخده، بس مش عارف ما بيعملش حاجه معايا. الحمد لله الحمد لله، نحمد ربنا. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ان ما جاتلكش عاهه مستديمه كده ولا كده يا اخويا. الحمد لله. يعني انت كويس؟
احمد ربنا. مش عايز حاجه؟ انا تحمل منك خالص. تسلم. شكرا. سعيد قول لي لو عايز حاجه ما تكسفش. شكرا. يا سعيد في ازازه ناقصه من ازايز الخمره بتاعه ابوك اللي في القرار بتاعه الحفلات، وديتها فين؟ حمد. ازاي كبرت ابويا؟ اني الحمد لله ان شاء الله تسلم من كل راضي يا اخويا. اني هشتكي لك يا حامد، هشتكي لك. شفت الواد سيد الطيب الغلبان دوت بياخد الازايز بتاعه الخمره بتاعه الحفلات من ورا ابوه في القرار، ليه بقى يا حامد؟ عشان الواد كرم بياخدها ويشربها. معلش 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 يا مرات ابويا، ربنا يهديه. لو عزت حاجة ابن دايق. ان شاء الله ما نحرم منك يا ضنايا. ان شاء الله تسلم، ان شاء الله تسلم. ايه ياما قطرة داخل، ما تبص مين اللي في الأوضة الأول. شايف عمايلك السودة؟ شايف عمايلك السودة يا واد؟ كانت هتودينا في 60 داهية. الإزازة وديتها فين يا واد؟ خدت الإزازة وديتها فين؟ ما تقلقش، أنا مش هقول لأبويا ما تقلقش. وبعدين هقول له على إيه؟ أصلاً أنا مش بتاع الكلام ده، ده كرم. أنت نفسك يعني صح؟ ولا خش يا واد فعيب خش. داني امك يا واد عجناك وخبزك، وديت الازازه فين؟ اه يا اما سلامتك سلامتك سلامتك. اه يا بابا امسك يا واد، امسك يا واد، اشرب اشرب باللي ريقك. باللي ريقك ده انت تعبان. اشرب يا ضنايا. شكرا. ان شاء الله تسلم. اشرب وارتوي كده. قول لي يا ابني اخبار الانجليز في معسكراتهم ايه؟ الرجال استرداد، مفيش حاجة باينة قدام عينيهم. والإنجليز زي ما أنت عارف مكره موال. أيوة صحيح، هم الإنجليز مكرين، بس العالم بتوعك دول الظاهر أغبية كمان قوي. خلينا بس فينا، قول لي الأول البنت فاطمة بنت أختي عاملة معاك إيه؟ مريحاك ولا نجرس ودانها؟ فاطمة إيه وتقرص ودان مين؟ النسوان دول مخهم صغير، تاكل عليهم بكلمتين. خلينا في الإنجليز، ده الموضوع الواعر اللي مجنن انا ومجنن نافوخي. الانجليز دول احنا بنسكت لهم لانهم هجموا علينا بعساكرهم ومدافعهم وبالقوه وبالسلطه وبالسلطان، فاحنا لازم نكون ناصحين. ساعات نمد ايدينا نتعامل معاهم نتعاون معاهم، بس واحنا مفتحين لهم. دول عايزين يسرقوا البلد ويسرقوا تاريخها كمان. يا ده انت خايف منهم قوي. انا ما بخافش من حد عيبني. انا مقصودش يا باشا، مقصودش، انا اقصد ان انت عامل حسابهم. لازم نعمل حسابهم. انت مش شايف البلد كلها عامل حسابهم؟ شوف الطلبه عاملين ايه والمظاهرات اللي بيعملوها، شوف العمال، شوف الجرايد بتكتب ايه. الناس كلها ضدهم، لازم احنا كمان نقف ضدهم، نمنعهم يسرقوا تاريخنا وبلدنا يا عكمي. صح يا باشا، الكلام اللي انت بتقوله ده الرجاله فاهماه وبتوددوا بيه. الرجاله بتوعكوا؟ مال بتتكلم جد؟ لا اله الا الله. طب ده بقى في وعي جامد عند الناس. بركه فيك يا اكمي، انا عايزك تخلي بالك. في حاجه ولا ايه؟ حاجه دي مصيبه مش حاجه. ايه؟ الحاج ابو كرم يا اخويا الحاج. ماله كرم؟ كرم ماله؟ واحده من بيهم دول ولاد اللذينة بينها ايه يا اخويا؟ رسمت على الواد كده ولفت عليه وعجد عليه. عجد عليها؟ انت بتقولي ايه؟ يعني كرم اتجوز؟ لا لا تعالي صوتك ليه؟ تعالي تعالي يا اخويا. تعالي صوتي ازاي؟ اسكت خالص. بدل انا جايباك هنا عشان ما حدش يسمع الموضوع ويقول للباشا، تقوم انت تعلي صوتك وتصيح يا حامد. انت كمان مش عايزه الباشا يعرف؟ يعرف ايه؟ ده كان يجيب خبره، اصل البنت مش اللي هي. مين البنت دي؟ وبنت مين؟ يا ريت راضي يقول لي يا حامد، بس بيقول لي انها بنت ناس بيسالوا الله حق النشوب. الفقر مش عيب ولا قله قيمه، المهم تكون متربيه. وتربيه ايه النيله دي؟ إذا كان أهلها وافقوا إنه يتجوز بالطريقة دي من غير إحنا ما نعرف ومن غير حتى أي حد ما يعلم بأي حاجة. معاك حق مرات أبويا، وبعدين كرم لسه صغير. لا لا لا، موضوع شكله كده فيه طمع. أيوة أمال إيه، عندك حق. عشان كده أنا مش عارفة أعمل حاجة. أنا عايزك تلحقه قبل الفاس ما توجع في الراس. أنا خلاص غلبت غلب حماري، يحصل البنت تجيب عيل. الله يكون في عونك يا أبويا، السكاكين عمالة تنغص فيك من كل ناحية وانت ولا دريان بحاجة. الله ربنا يريح قلبك يا نوارة يا زينت النساء. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا سي سلطان. يا سلام بجد يا نوارة، انا باجي عندك
وانا مخي مشغول وبالي مشغول وبعدين صدري مقفول. انا بعد ما بقعد معاكي وببص في وشك بخرج من عندك وكاني صدري اتغسل اتولدت من اول وجديد. اسم الله عليك يا سلطان، مالك؟ لو في اي ضيق على صدرك قولي، احكيلي فضفضلي. اي حمل لو اتقسم على اتنين هيخف. اتنين فين بس يا زينب؟ طب احنا مش اتنين اهو. ايه رايك ان انا لما بقعد معاكي بحس ان انا ببص في مرايتي وان انا انسان واحد، انا وانتي واحد، بس انا شايل حمل كبير قوي. ولادي يا زينب، ولادي الاتنين الصغيرين بياخدوا وما بيدوش حاجه ابدا، والواد الكبير حامد حبيبي ما بياخدش صحيح، لكن تعبني قوي. وتعبك بايه حامد؟ عشان ما بياخدش زي اخواته؟ ده هو اللي يريح. يريح ازاي بس يا زينب؟ ايوه، في حكايه سمعتها زمان من امي. كان في راجل غني قوي 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 وعنده 3 بنات. كانت البنت الاولى تيجي تصبح عليه وتقول له صباح الخير يا ابويا يا ابو الدهب، فكان يديها جنيه. والثانيه كانت تصبح عليه وتقول له صباح الخير يا ابويا يا ابو الفضه، فكان يديها جنيه فضه. والتالتة بقى كانت تصبح عليه وتقول له صباح الخير يا ابويا يا العين وما توعدت. يا العين وما توعدت؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ كان بيعمل زيك بالظبط، ما بيفهمش حاجه، وكان بيتضايق انه ما بيدهاش زيه، بس هي عمرها ما طلبت ولا زالت انه ما بيدهاش. بتاعت يا العين وما توعدت زي حامد يعني؟ ايوه. ولما جه فلس البنتين الاتنين تخلوا عنه، والوحيده اللي بقيت جنبه وسندته وخدت اللقمه من بقها وطعمته هي الصغيره. الصغيره اللي هي بتاعت يا العين وما توعدت. بالظبط هي. هتنامي يا حبيبي؟ تصبح على خير يا للنعيم، تصبح على خير يا العين وما توعد. الأكل اللي بيجي لك يا بنت يا شوفي. يلا يابا خد دول وامشي انت بقى بسرعة قبل سبع البرومبا ما يصحى. سبع البرومبا صحى اهو يا بنت. كرم؟ أيوة يا أختي كرم اللي بتسمعيه من أولها. وفي إيه؟ في شوية أكل معفنين. أمال يا بنت لو حطيت تحت عينيكي حاجة عليها القيمة هتعملي إيه؟ ما هي علشان حاجة ما عليهاش القيمة يا سي كرم بتديني منهي. جرى إيه يا كرم؟ أبويا وجعان وما كلتش من إمبارح. فاهلا يعني لما اديت لقمه ياكلها يصلب بيها طول كفرت؟ ده راحت ولا جت لقمه يا اخي؟ اخي اخي عليك انت. القصه قصه سرقه ولفلفه من ورا الظهر. اوعي يكون يا بنت في عقل بالك تكوني فاكره يعني ان انت ملكتيني بالجوازه الفقر دي. لا ده انا ارميكي في الشارع انت واللي اتشدت لك واقول ما اعرفهاش. لا ما هي الحكايه مش كلام وخلاص، ومش بالقواله كمان يا ابن الكبير. لا ده فيه مأذون وفيه ورقي مضى عليها 2 شهود، يعني جواز رسمي فيه كل حاجه تدي البنت حق ايه. ايوه. وبعدين تعالى هنا قول لي انت عايز ترمي مين في الشارع؟ ها؟ ده اللي قويك، ده انت بتني، ده انت حتى ما جبتش حته بيت تسكن فيه يا راجل، ويا دوبك كتبت عليها بقرشين عمي وحته ذهب مصديه قال يرمينا في الشارع. قال بقى انت وقف بتنهرني انا يا حسيكي؟ صحيح
ما انا اللي غلطان اني حطيت ايدي في ايد واحد عره زيي. واحد حطت وخلاص، ومش هتقدر تنكر وتقول ما اتحطت. صح، ولقيت اللي تتحط في حته غلط يبقى تتقطع يا حسيكي. والله تتقطع ولا ما تتقطعش ده شيء ما يهمنيش. انا كل اللي يهمني اني عندي 100 دليل ان بنتي تبقى مراتك ومتجوزك على سنه الله ورسوله. صح، كلامك موزون هوا يا حسيكي، بس العيب مش عليك انت. كرم كرم حقك عليا يا اخوي، ده انا مراتك حبيبتك، وده مهما كان حماك والمصارين في البطن بتتعارك، وإذا ما كنتش عايز نديله اكل تاني مش هديله يا اخوي. لا يا اختي، اشبعي انت وهو بالاكل، انا اللي مش هحط منه لقمه في بطني. كرم استنى بس يا كرم. اوعى بقى حقك عليا يا كرم. ليه بس كده يا بابا؟ علشان يبقى عندنا حق نروح لابوه ونطالب بحقني، ونقول له الواد قعد على البيت وطفش، مش هو بيقول انا مش هعرفكوا تاني، يبقى هو عمره ما هيقول لابوه، لازم احنا اللي نقول له. دي فرصه عمرنا يا بنت. البيت بيت ابونا والغرب يطردونا، عايزين يرمونا بعد ما يمصمصونا. مركزين قاعدين ومرقدين قوي قوي قوي، لا فيها إنا أصل اللي معرينا، هم اللي كسونا. ناس في المقدر طلع عايزين ياكلوها ولع، قال ايه هيقلدونا. ناس في المقدر طلع عايزين ياكلوها ولع، قال ايه هيقلدونا. لا ده احنا ما نتثبتش جامدين، ما بنتفتفتش. لا ده احنا ما نتثبتش جامدين، ما بنتفتفتش ولا بناخد صابونا. ساكتين ومركزين قاعدين ومرقدين، والليلة فيها إنا أصل اللي معرينا، هم اللي كسونا.